ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض حلقتنا معاكم النهاردة. وطبعا احنا في شهر المرأة، شهر مارس معروف ان هو شهر المرأة، ولازم نركز فيه الحقيقة على الشخصيات النسائية الناجحة اللي كان ليها دور في إثراء الحركة الأدبية والثقافية في مصر. عشان كده شخصيتنا النهاردة هي الأستاذة روزا اليوسف، واحدة من أشهر نجوم الفن والصحافة والسياسة. مش بس كده، إنما كمان حققت نجاحات كبيرة جدا في النصف الأول من القرن العشرين بمصر. دخلت عالم الصحافة وأصدرت مجلة روزا اليوسف، ومن المعروف كمان إنها والدة الأديبة المصري الأستاذ إحسان عبد القدوس. تعالوا نشوف مع بعض التقرير اللي عملناه عن روزا اليوسف، ونرجع على طول ونبتدي كلامنا عن كتابنا معاكم، ولكن بعد التقرير. يحتفل العالم سنوياً في شهر مارس بنجاحات المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات. وعلى مر التاريخ هناك العديد من السيدات التي حفرن أسماءهن في ذاكرة الأمم، وتعد روزا اليوسف واحدة من أشهر رائدات الفكر في النصف الأول من القرن العشرين، وهي والدة الأديب الراحل إحسان عبد القدوس. روزا اليوسف من مواليد لبنان، ونشأت هناك كممثلة مسرحية، وذاعت شهرتها أكثر عندما قدمت إلى مصر بلد الفن والثقافة. سحر الصحافة جذبها، فأنشأت مجلة فنية أسبوعية تحت عنوان روزا اليوسف في عام 1925. تعمقت روزا اليوسف في بحور السياسة، وحولت مجلتها إلى مجلة سياسية. اشتهرت بجرأتها وفكرها الحر الذي أصبحت به كاتبة صحفية سياسية تدخل المعارك والمناكفات السياسية. أصدرت روزا اليوسف في عام 1935 جريدة يومية بنفس عنوان المجلة التي توقفت لفترة، وعينت فيها الأستاذ عباس العقاد رئيس تحرير لها. ريادتها في عالم الصحافة جعلت منها علماً بارزاً من أعلام الصحافة المصرية والعربية، ورمزاً من رموز النضال في الدفاع عن حقوق المرأة.